شو الحبيب قولوا لنا you
تبارك الله عليكم، تبارك الله على الشباب، شباب مدينة تمارا اللي كلهم نشاط كلهم حيوية. واستمتعتوا معنا بهاد اش كتسمى بهاد الدبكه المراكشيه، التخيطيقه البهجاويه. واخا شنو تقدر تقول لنا على هذا الفن وهذا الفولكلور ديال الدقه المراكشيه؟ هذا الفن اخويا الدقه المراكشيه، خذ نفس ديالك بعدا واش سخفنا شويه اخويا. حتى الجمهور ديالنا فهو استمتع معكم واحد السنه. مرحبا مرحبا، تستاهلوا كل خير. جات مع راس العامنيت، هذه كنهديوها لكم ديال راس السنه من عند سفيان افراح الرياض، ومرحبا بكم. واخا خي الباجي اش كلمنا شويه على الدقه المراكشيه. الدقه المراكشيه اخويا هي الاصل ديالها من تارودانت، خداوها الناس ديال مراكش بدلوا ليها كيف تنقولوا، هي بقات كيف ما كانت التبهجيج والنشاط كيف شتي دوك الحركات وداك الشيء ديال الفولكلور والنشاط، هذا الشيء اللي كاين. واخا نصادفك كذلك الاخ نوفل. نوفل انت احد الافراد ديال هذه المجموعه هذه، قبيله في الحديث ديالنا تكلمتي لنا على انكم كتعيشوا واحد الجو اخوي، شنو تقدر تكلم لنا على هذا الجو داخل المجموعه ديال سفيان الرياض، سفيان افراح الرياض؟ الجو في هذه المجموعه جو اخوي، يعني ما كاينش فرق بين الاخوان اللي معنا في اعضاء المجموعه، حنا كاملين كنكملوا بعضياتنا، واحد كيكمل الاخر، يعني حتى واحد فينا كما كنقولوا الكمال لله سبحانه وتعالى. وكما كنقولوا هاد المجموعه مجموعه زعما من المجموعات اللي دايره سميتها في مدينه تمارا، وعندها الكليان ديالها، والناس كيعجبهم الخدمه ديالنا، الناس راه عارفيننا هنا في تمارا، كتعجبهم الخدمه ديالنا، كتعجبهم افراد المجموعه يكونوا كاملين، يعني ما يكونش واحد ناقص. كاين الكليان الا كان شي واحد في المجموعه ناقص كتقول لك الولد فلان فلاني فينا هو، يعني معروفين على رؤوس الاصابع، محفوظين عند الناس. كنديرو عساوة دقة مراكشية اللي هي الأصل ما روداني، ومشات لمراكش زادوا عليها واحد شوية ديال النشاط المراكشيين والطقيطيقة والضحك والنشاط ديال الناس ديال مراكش. وحنا كنديرو هاد الفولكلور المغربي في مدينة تمارا، كنعرفوه للناس اللي ما عارفين شنو الطقيطيقة شنو عساوة. نوفل قبيله ملي كنت كنتكلم انا وياك ذكرتي لي انكم انتوما عندكم الحلم ان القطاع ديالكم يولي مهيكل. الرسالة اللي توجهوا للمسؤولين. الرسالة اللي كنوجهوا للمسؤولين والحكومة الجديدة 2021، كنتمناو يهيكلوا لنا هذا القطاع، باش كما كنقولوا ما بقاوش حنايا واحد الناس منفية، يعني كنبغيو دوك عيسى ولا الدقيقية ولا دوك المجموعات ديال الفولكرو غير فاش يكون عندنا شي فرح. بغينا حتى حنا نتهيكلوا ونوليو محسوبين على القطاع ديال الثقافة، حيت هادشي اللي كنديرو حنا راه ثقافة البلاد ولي تراديسيون ديالنا، ما يمكنش نفرطوا فيها، وحنا عمرنا ما نفرطوا في هادشي، حيت كنبغيو هاد لي تراديسيون ديالنا، حيت كاينين دراري دابا مابقاوش كيخدموا هادشي، كيقول لك هادشي قديم ديال الناس قدام، ما عندنا ما نديرو به، بالعكس حنا خصنا نحتافظوا على هاد الطرق ديال الدقيقة ديال عساوة، باش تبقى غادا من الجيل للجيل ما ينضطروش هاد الطرق. وهادشي اللي كيبغيت نقول. شكرا اخي نوفل. غنمروا عند باقي افراد المجموعه كذلك. من عندك انت رساله للمغاربه بحلول السنه الميلاديه 2021؟ مرحبا، السلام عليكم، تحيه للخوت كاملين وسنه سعيده طول العمر ان شاء الله، وتنتمناو ان شاء الله نكونوا كلشي بخير وندوز 2021 احسن من 2020. تحيه للجميع ومرحبا، سفيان افراح الرياض تتقول لكم سنه سعيده سنه سعيده. شكرا. اذا نشوفوا مع البجا تزيدونا شي نشطه اخرى. مرحبا، نشوفوا الخوت اش بغاو اش يقولوا في لي كومونتير. لي كومونتير نقراهم. مرحبا، وتنبغي نوجه واحد التحيه للناس ديال مراكش، راه عزاز بزاف والله، حيت راه من عندهم خدينا هذا، راه كون ما كانوا هما راه ما غاديش نكونوا حنا. الناس ديال مراكش تحيه كبيره من القلب الخالص، اصلا كتسمع مراكش راه كتسمع النشاط. اذا غنفوروا عند فرد اخر من المجموعه. تهنئة المغاربة بحلول السنة الجديدة. شنو قلتي ما سمعتكش؟ تهنئة المغاربة بحلول السنة 2021. والله يدخل لهم هاد السنة بالصحة والسلامة إن شاء الله، والله يدخل على الجميع الأمهات والآباء، والله يسهل على الجميع إن شاء الله، ونتمنوا إن شاء الله يكون القادم أحسن إن شاء الله. إن شاء الله. إذا متابعين قناة شوف تي في، على أمل اللقاء بكم في قادم الأحداث، أستودعكم الله الذي لا شطع ودائعه، ونخليكم مع مع مجموعة سفيان أفراح الرياض، والنشاط هو نشاط سنة سعيدة كيف القاعدة.
سنة سعيدة الوالدين نحن الوالدين فرجة ممتعة. وسيادي ساعة مباركة دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.